السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنعمل ريفيو لـ RTA جديد اسمه بليتزن RTA. ده مع جيك فيب اللي عاملينه. It's a new release. أنا شايفه مبدئيا, يعني أنا خدت فكرة عنه كده أونلاين, أنا شايفه نسخة مصغرة من الأرومامايزر اللي هو الستيم كريف. الأرومامايزر سوبريم والأرومامايزر بلس هي نسخة مصغرة منها. ده اللي أنا خدت بالي منه كدك وكا إيرفلو. هنفتح ونبص ونشوف الكلام على ايه. بس يعني بما انه نسخة مصغرة ففي احتمال كبير قوي ان الفليفر يبقى احلى, لان الفيبر هي ترافل ديستنس, يعني it will take the vapor from the coils للماوث تيب, it's a shorter distance, فهيبقى loss of flavor اقل. هو اصلا التاني كان فظيع, فما يعني انا متوقع ان ده كمان هيبقى اقوى واقوى. فخلونا نعيش التجربة ونشوف الكلام على ايه. فلو هو نسخة مصغرة من الارمومايزر زي ما انا متوقع, دي هتبقى حاجة كويسة, لان في ناس كتير هيبقى عندها مشكلة مع السايز, وانا اعرف ناس كتير عندها مشاكل مع الماء, ما بيحبوش الحاجات البالكي والكبيرة ويحبوا الحاجات الصغيرة. ف هتاخد the same experience on a smaller tank, which is a better option بالنسبة للناس كتير. اوكي, بيجي معاه ازازتين صغيرين, واحدة راكبة وواحدة سبير. اوكي, وبيجي معاه ازازة تانية تشابي. الازازتين الصغيرين دول 2 مليليترز, الازازة التشوبي اللي جاية معاه 5 مليليتر. تحوله لك من 2 مليليتر ل 5 مليليتر. بيجي معاه ايه بقى؟ 510 دريب تيب ادابتر و 510 دريب تيب. بيجي معاه دريب تيب وايد, مش وايد بور قوي, اللي هي الترانسبيرنت الشفافة دي, وأورنجات الزرقاء والأورنج اللي بتعرف عليها بتاع جيك فيب. مفتاح اللي بيفتح التانك ده حاجة جميلة جدا, ممكن تستخدمه على حاجات كتير مش بس التانك ده, يعني it's a good tool. وطبعا التي تول بتاعتهم هم أول ما ابتدعوها. اوكي, انا مش انترستد في الدريب تيب دي خالص, هنبدل الدريب تيب. اللي مش عاجباني الدريب تيب اللون اللي جاي معاه, لونها مش عاجبني. اوكي, دي احلى كتير. نفتح بقى. الاير فلو سيتنجز عندنا وزي ما قلت لكم في كذا فيديو قبل كده, الاتجاه دلوقتي ان الاير فلو يبقى مالتي ميني هول على انه يبقى وان فول اوبن سلوت. ده بينهانس الفليفر, يعني it boosts the flavor more than the one fully open slit. خلينا بقى نعمل لنا بيلت على الحج ده. المرة دي ناوي استخدم Alien, من الحاجات برضو الظريفة اللي انا بقدرها. Flat head screw, احب انا البراغي العادية, ما الاحسن من الالانكي, they are more durable. دايما زبط بواحدة. اوكي, كده بالظبط قدام الاير هول. بيرفكت, يبقى ده اللينث اللي احنا هنقص عليه. ده يبقى الجايد لاين بتاعنا. ونجيب الكويل التاني.
perfect positioning. يعني بقى dry burn للكويلز بتاعتنا. دي الجوجا سكونكر، جميلة جدا وسعرها معقول جدا يا جماعة. يعني اللي عايز برضو يدخل عالم السكونكينج يجرب يلعب كده ممكن يجيب واحدة زي دي، مش ه... ما انتش هتتعور يعني. الكيت كلها على بعضها سعرها معقول جدا. وبيجي معاها دروجا 22. الالين في الطلعة الاولانية بيبقى عايز طولة بال، لانه كمية اسلاك كتير ملفوفة على بعض فهيبقى فيه هوت سبوتس كتير. بس من الكويلات الجميلة جدا في الفليفر وفي الكلاودز الالين. يعني it's defined as competition coils يعني. خلاص دول كده تمام وجاهزين، حط لهم قطنة، سيبهم بس يبردوا شوية ونركب القطنة ونجرب. وخدوا البلو رينبو تان دي زي ما انتم شايفين. كده احنا خلصنا وركبنا القطن تمام. ودايما حاول تخلي الكويلات ابعد شيء للاخر، بس ما تطلعهاش بره قوي عشان ما تلمسش مع التشيمبر وتديك اتومايزر شورت. خلاص يعني طول ما انت حدود جوه حدود الدايره انت تمام. خلاص قد ما تقدر بحيث انها تبقى قريبه من الاير فلو اوبننج، بحيث ان الهواء يدخل يخبط في الكويل على طول، ما يبقاش فيه فليفر لوس، ما يبقاش داخل لك هواء بدون فليفر تمام. وهي ليها عدل على فكرة، يعني في هنا حتة غاطسة اهي بتركب في الحتة اللي هنا بيعشقوا مع بعض، بس بيديك تكة صغيرة كده تعرف ان هو ايه ده مكان. تمام ركب بقى المبسم بتاعنا اللي هو احلى من اللي جاي معاها. تمام كده احنا جاهزين نملى التانك ونجربه بقى. خلينا نشوف الاخ ده هيقول ايه. نطلع بقى فوق من الاول كده علشان ايه نجيب من الاخر. انا بحاول اقصر في الفيديوهات قد ما اقدر بحيث انكم تاخدوا المعلومة سهلة وسريعة. خلاص فاحنا نملى ونعمل كل ده واحنا فوق مره واحده. اوكي اشوفكوا فوق. سي يو اب دير. رجعنا يا جماعه. دلوقتي بقى نملى التانك. النهارده هنضرب ديدلي سن من جود لايف. دي سينمون رول على اروي 4، خلطه غريبه عجيبه كده فيها باك جراوند توباكو، بس باك جراوند بعيد قوي يعني. بس فليفر جميل يعني، اتس ا فيري ديليشس فليفر صراحه، من الفليفرز المفضله برضه بالنسبه لي. انا عامه بفضل حاجات كتيره، بقى ليا حاجات كتيره مفضله. وكالعادة لازم نعمل برايمنج الأول قبل ما نملى التانك، بحيث إن احنا منستناش الكل يشتغل يقوم معانا على طول.
الليكويد فيلينج اوبننجز بتاعته جميله كبيره. حاجات تسمى الفتر انت صراحة ان على انه تانك صغير الليكويد اوبننج ستارت تعتبر نوعا ما جيدة يعني. الكول بتاعنا هاري 0.21 واحنا دلوقتي على 60 واتس تمام. فليفر جميل. سبنتي واتس. It's a nice RTA, still not as good as the Aromamizer, but it's good, it's rather good for the price difference also, because there is a price difference, size difference, because some people will not tolerate bulky RTAs. في ناس ما عندهاش استعداد بالمرة ان يبقى كتلة كده راكبة على الجهاز عنده, فده هيبقى a better substitute to the aromamizer regarding size. يعني لو ان size بالنسبة لك عامل او عنصر اساسي جدا في تقييمك لاشتري ولا ما اشتريش, بالتالي الaromamizer مش هيبقى option applicable بالنسبة لك, فانت هتروح for the second best option اللي هو البليتسن, لان حجمه اقل. It's the same technique, the same principle. له RTA وله RDTA, لان بياخد ليكويد من تحت مش من الجنب, وبياخد ال air flow من الجنب. ف it is an RTA with the RDTA principle. و Aromamizer knows this. حتى Aromamizer when they launched their tank, they launched it as an RDTA, not as an RTA. While Blitzen, it's the same principle, the same concept, the same layout of everything inside, and they called it an RTA. But I would rather follow Aromamizer's naming, because it is an RDTA, not an RTA. It feeds the juice from below through the wick, not from the side, like the RTAs. RTAs take from liquid from the side, while this one takes the liquid from below. يعني من الآخر, هم مسمينه RTA, بس هو التكنيك بتاعه تكنيك RDTA, بياخد الليكويد من تحت مش من الجنب. ال RTA بياخد الليكويد من الجنب تمام. فأنا مع Aromamizer, مع Steam Cave, هو المفروض يتسمى RDTA, لأن ده ال RDTA principle, bottom feeding liquid through the wicks and side airflow. هو ده فكرة ال RDTA, انه RDA بس تحتي تانك, فده التانك مش تحتي, تانك حواليه, انما لازال بياخد الليكويد من تحت, فهي نفس البرنسبل تمام. Performance, لا it's good, it performs very well. ولكن بالنسبة لي Aromamizer يكسب. الناس اللي كانت عايزة تعيش تجربة Aromamizer بس كان عندها مشكلة مع الحاجة, this is a better solution. يعني this would be a better option for you. It's a 24mm tank, so it will, يعني any mod can accommodate it, flushed بدون مشاكل, بدون بروز, بدون أي حاجة.
That's it. لما نشوف 2018 فيها ايه تاني جديد. See you soon in another video. Take care. سلام.